الحبس ما يكذبش عليك كذاب. المخير كيلقى في حوايجو القمل. المخير كيلقى في حوايجو القمل. لا ما يكذبش واحد. اي واحد دوز الحبس دوز العذاب دوز المعاناه. ولو يكون ما عرفتش شنو كيقول لي انا دوز مع عود بالله من قولت انا دوز مع شي ناس كبار في المغرب. دوز مع النيني دوز مع الرماج دوز مع ولد رئيس موريتانيا مسبقا دوز مع الناس ما عرفتش شنو في سلاجوج في السجن ديال سلاجوج دوز مع شي ناس الله اعلم. ولكن انما هذوك الناس مدمرين برزقهم بكل شيء ليهم هم معذبين معذبين مساكن كنريح نهضر معاهم معذبين. الحبس المخير كيتعذب في الحياه والعروقه ديالك كيبداو يموتوا لك بالعذاب والنفس كتبقى طايح لك ديك القوه اللي كيكون عاطيك الله كيبقى طايح لك قوه الساروت. الماكله دابا على هاد الساعه هادي المنتشف الاخر الماكله فيها الشيء ديال العذاب. كاين في الحانوت كيبيعوا لهم الخيار مطيشه البصله صافي خذ الحليب خذ نسكافي خذ مرتديلا صافي ومي كتدخل هذاك الشيء كتشدو كتقرضو في شي قويميله وعلى قد الحال وكتخشي هذيك القبيله كتخشيها من القريه وكتغوش دايرين كوزينه بعيده دايرينها واحد من المشاجر ولا جوج من المشاجر كيطيبوا ليهم كتغوت له الف كوزينه كيتمشي عندك هذاك كيهز كيدي كيطيب لك هذوك البيضات ولا ما عرفت شنو تما الله يعلم يقدر يكون مقلق عليك حاشاكم وحاشا الناس هذي تحلك في القميله كاع كندوي معاك عباد الله مسكينه تما كيلو التفاح كيلو البنان بالليل كيحكوه كيشربوه صافي وكياكلوه الناس كتمرض من قلبها والو ما كاينش حتى شي حاجه العيد كبير كيقول لك تشوبينا القفاره حشومه راه كاين اللي ما عندوش مسكين كاين اللي ما عندوش 500 درهم كاين اللي ما عندوش 1000 درهم اللي عصاف طابول ما عنده على الخبز والزيت في دارو السكر وكذا يموت بالجوع هذاك اش من ماكله كتعطيو كار كار كويس والله حتى كويس كيفرقوا عليه بكاس وحق الله وانا كنقولها كاس ديال الصوبه وكيحسب الكابران شحال عندك في لابيل عندك قد وقد كيشدو كيقول له عندك وكيبقى يحسب لك والله العلي العظيم كتقول له زيدني كنتي كتعامل معاه كتعطيه شي سندويش هذاك اللي كيفرق الصوب يقدر يزيدك شي رسيون ما كتعاملش معاه يقول لك لا هادشي اللي قالوا لي يعطي رسيون لواحد وصافي كيجرب شيا. كاين جوج طواليطات وكاين بيتش بيتش قول ماشي شومبري بيتش دي بيتش فيه 8 ديال البلايص وهذوك 8 ديال البلايص سيلونات كبار فيه 8 ديال البلايص هو كيضرب بعض المرات حتى 24 فلابيل وكيضرب فلابيل بعض المرات حتى 24 فلابيل كينعسو في لاكار واحد على واحد ولا شاطو كيخشيوهم في تحت واحد البلاصه كيكون واحد الفرق كيصيفطوهم لتحت كيقولوا له الكاروري كيخشيوهم في الكاروري هذيك كتسمى بلاصه تما الصباح الموظف ملي كيبغي يدوز لابيل هذاك اللي في الكاروري كيجبد دي الدعام للكاروري مسكين هكا ما اللي مريض ما يقدرش ينعس تما وبنادم كيصبر ما عندوش كاين اللي عاوتاني يجي الطواليط وكاينه واحد البلاصه كيقولوا لها الكوزينه حتى هي كتلقى واحد فيها ناعس قد هكا من هنا لهنا كتلقاه كينعس من اثنين مسكين لا لا هذه كلمه ما ديرش شكون اللي كياخذ 8 وشكون اللي كياخذ 9 هذه كلمه مساويه نوبه شد نوبتك والنوبه كتوصلك على 3 شهور 4 شهور انت كتقلب في لاكار كتوصل لك نوبتك كتشد نوبتك ما فيهاش دابا انا ما خليتش تما كاين ما فيهاش فلوس ولا فيها البلاصه ولا فيها شد النوبه ديالك ولكن راه 24 23 في الشومبري سيلون راه بزاف اخو الكاشيو ماشي شي كاشيو عاد دير شي مشكل ولا ايه تجرأتي تسابينا دابزنا كاشيو ما كاين لا ضرب لا والو يعني واحد النوع ديال عنصريه ماشي بزاف راه عنصريه هذه وانا وياك تسابينا كذا قاعد تناقرنا خرجنا لعند المدير سير عندكم 15 يوم تكاشو قاصحه او جدير حشومه وكيعطيوك جوج كواش ديالك كتدخلو معاك كاشو صافي كتريح حتى كتسين داك الكارت الصوبه يوصلك مريح صافي شي كتوصل واحد الوقيته شي كيخرجوك ضرب واحد الدويره في الكور ورجع للكاشو بقات تخمم ولا بقات تقرا الهنديه ولا بقات تحلم ولا حماق ولا
احماق ويا على كاين اللي احماق كاين اللي مات كاين اللي مات كاين اللي حماق مسكين كاين اللي تعقد نفسانيا كاين اللي خرج وعاود قوض المرض رجع للحبس الله يرضاه الطواليت حداك حتى كتوسدها الوسادة ديالك يادك يا الطواليت وجكواش وكتدخل صافي زياره ما كاين لا زياره لا زيارو صافي وهاديك شويه ديال الصوبه ولا خرج بنادم من داك الكوريدور كيبقى يغوت من الكارتي واخويا شي كواروات كيصيفطوهم له الدراويش والخصمان وكذا شي تويشه كيصيفطوها له دكاكه كتشي ديك التويشه عاد دكاكه ليه الكاش وكارو ولا كذا ولا يرغب هو شي موظف لا كاين ولد الناس يجيب له دوك كواروات وهذا الشيء اللي كاين العيد كبير اخويا هذاك النهار كيكون عذاب اليم هذاك هو النهار اللي كنشوفو انا اعوذ بالله من قولت انا عذاب اليم في الحبس هو هذاك النهار عرفتي علاش هي الوقيته اللي كيجيبو فيها واحد الحولي ولا جوج حواله كيدخليهم للكور ولا الكروه وكيبقاو يقولوا باع هذيك الوقيته اخوتي اي واحد مسكين كيبكي الدم من قلبه بعداك انا كنحس بشي حاجه ما كايناش انا كنكمل نعاسي ما كنحضرش على داكشي وبعض المرات ملي كانوا الحباسات شحال ديال مطلوقين وكذا كنا شويه كان المهم ديما داك النهار كيكون نهار مؤلم واي عواشر كتكون مؤلمه واكبر مؤلمه الحم راه كيعطيوك شوف كيتهلاو فيك ويلي هو على الحم كيعطيوك خويا كيعطيوك الرسيون ديالك الرسيون ديالك كيعطيو لك قدامك اجا البركه عاود غدا كيطيبوا لك هذيك المرأة الشحمه ولا مارت ليدام ديالو مع الصوب النيت مع شي خضره وعاود كيدوروا لك كيمدوا لك الشوا اين الشوا الله هذا كاين الشوا راه كاين في كاش الشوا كاين الشوا كاين بيبو واحد بيمو كيقول له بيبو كيبقاو الناس يطلعوا مساكن كيصيبوا به طورطه وكياكلوا وبنادم كيقنط ويضحك شويه و12 الليل طفي الضو ما بنادم ما يهضرش 12 الليل طفي الضو داكشي قانوني بعض المرات الوحده الماء راه غنسدوه عمرو الماء داكشي قانوني مش فهمتي المهم هادشي هو اللي خليت في شي جل الاخر اخوان عندهم كارتشي ديالهم واللي كيصلي راه كيصلي الله سبحانه وتعالى راه كيصلي في الشومبري وهادشي اللي كاين ما يديروا لك جامع بحال اللي كانوا شحال هادي وبقاو غاوتوا لك تصلي الجمعه وكذا ما بقاش هادشي حنا بكري شحال هادي كنا مؤخرا كنمشيو كندوزو كنشوفو كيعيطوا لي تصلي الجمعه كيحلوا على برد الله الجمعه وكيمشيو يصليو الجمعه داخل المؤسسه داخل المؤسسه كانوا كيعيطوا على برد الله يصليو الجمعه نهار الجمعه ما بقاش هادشي هي يوقف ويرجع ما يكملش هذه هي الرساله اللي غنقول للشباب المغربي واخر كلمه ثم اخر كلمه حنا راه تعذبنا راه دوزنا العياقه دوزنا الفلوس دوزنا اللبس دوزنا الوسخ والاجرام دوزنا بزاف د الحوايج راه حنا معذبين نفسانيا ومعذبين معنا والدينا ومعذبين معنا اسره ومشكله تم مخزنه البلاد بالبناه معانا ودابا وجري معايا اذا المشاكل اللي دوزنا يعني رحنا طايحين في المستوى ديال العين انسان اللي مدوز واحد المده ومخدر وكذا بالحبس راه طايح بالمستوى بلا بنادم ما يبقى يجي يقول لي شي كلمه وكنتمنى من الله الشباب المغربي يبقى ديما في الرياضه وتفاعلوا معايا في القناه ديالي وحنا معاكم شي حاجه زوينه في قصص ديال الحياه ديالي ومعانات والشباب المغربي ثم حذاري ما تكرفصش بحال اللي تكرفصنا حنا سبور كرة القراية الصالة باش تصير شي حاجة زوينة هوية بريس نحو إعلام هادف